تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة ام بي سي علا الفارس وهي داخل احد المولات التجارية عم تلتقط صور مع معجبينا، واثناء هالشي وجه لها شاب سعودي عبارة خارجية تعد تحرش لفظي، واللافت انه علا الفارس قررت تجاهل الامر ونظرت له بنظرة استحقار واكملت لقاءها مع معجبينا. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو واعجبهم رد فعل علا الفارس اللي تجاهلت الموقف حفاظاً على مكانتها كشخصية عامة.